طلعت ولاعب بنزين 80 يا مبارك. حفظتي؟ انا لو علي حفظت، لكن انت بقى لو رجعت في الكلام اعيش لك خدام. احنا مش في طابونا، عايزين ايه؟ عايز اشوفهم يا حب حياتي. حياتك؟ انت حياتك خلصت من زمان، جاي تفتكر حياتك دلوقتي؟ الله جريه دي ينزل فيها يا جدع، هو احنا هناكلها؟ وربنا انا النهارده بس عرفت ابوك سماك بهيج ليه. يا جماعه العتب على الناظر، انا دخلت عندهم لقيت واحده حواجبها هي ودنيا نكفه واحده، افتكرتها هي. ايوه هي نفس الحواجب بس البودي مختلف. يا استاذ ديزل بعد اذنك طلعنا يا راجل، ده احنا حتى اهل منطقه. الواد ده سيتا اهل المنطقه. يا ناس ما تشوهوش سمعه الكتكات، الكتكات ما فيهاش تحرش. يا دي اسامه، شغل الحكاكين اللي بتعمله اول يوم العيد في جنينه البساط مش هينفع مع ضيوف. طب بص هنشوفها ونلفتها. انا واحد منكم حاسس بيكم، عارف ان نصيه ما اتجوزش، عارف اننا تعبانين، بس واحده واحده. شوفوا الهند بدات من اللي الهند بدات من تحت. ده انا اللي نفسي اتكلم عليكم. مش هي دنيا الصياد فيها شنب منها بس. ازيك؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ خلاص يا بابا. ايه زيك ده الحكاك الكبير. اتفضل. ايوه هي دي مصر. هنمسك نفسنا هنتجوز كلنا، هنمسك نفسنا هنتجوز. الله حافظ.